وبركاته. الآن مع فعاليات المؤتمر الدولي الرابع التراجع العلمي وفي العالم العربي وسؤال اللغة، وهو هدفه أن استنهاض همم الباحثين للحث على البحث العلمي والنهوض بالأمة العربية الإسلامية وبمملكتنا الشريفة. هدف هذا البحث هو أولا الرجوع إلى المنابع الأصلية وهي اللغة العربية لرفع من مستوى البحث العلمي، وجعل الباحثين يستطيعون مسيرة الركب، مسيرة الركب الحضاري، مسيرة الركب العلمي، مسيرة الركب الثقافي للدول المتقدمة. المؤتمر شارك فيه أكثر من 53 باحث وباحثة من جميع الجامعات الإسلامية والعربية، وقد حضر إلينا من جامعة السودان رئيس جامعة السودان وعميدها وأساتذة من جامعة السودان، وكذلك عميد جامعة في البنين في دولة البنين، وأساتذة جامعين من دولة المملكة الأردنية الهاشمية، وقد كان سيأتي من مصر ولكن لم يحصل على تأشيرة بعد. هناك من حصل على تأشيرة ولكن يستطيع أن يأتي عبر الطائرة لأن وجدت تذكرة يعني غالية الثمن بمقارنة لأن أخذها بشكل متأخر. بالنسبة وقد حضر من الجامعة المغربية جامعة القاضي عياض الأستاذ عبد الرزاق مرزوق، جامعة بن الطفيل الأستاذ حميد جميلي، جامعة بن الطفيل الدكتورة فاتحة قداف، جامعة عبد الملك السعدي الدكتور عبد الفضيل الدراوي والدكتور شكيب الشعيري، وكذلك باحثين من كلية أصول الدين هم المسؤولين عن اللجنة التنظيمية باحثين في سلك الدكتورة، ومن جامعة سيدي محمد بن عبد الله الدكتور سعيد البوعزاوي، من جامعة القرويين الدكتور محمد الفريخي وهو عضو المجلس الأعلى للتعليم، وكذلك عبد الله بن زكي من جامعة القرويين ومن جامعة محمد الخامس كذلك لأن الدكتور الفريخي يدرس في الجامعتين، وكذلك من جامعة الحسن الثاني الدكتورة خديجة البطاهري، ومن جامعة بن زهر الدكتور عبد الرزاق أخشوش والدكتور عز الدين خزرجي. الكثير من المشاركين والمشاركات أبوا إلا أن يطرحوا قضايا شائكة تتعلق بالتراجع العلمي في وسؤال اللغة في العالم العربي لكي يبرزوا بعض القضايا ويضعوا بعض التوصيات للوقوف على الخلل ووجود حلول ومقترحات لصد هذه الظاهرة. شكرا جزيلا لكم اليوم 24 على هذه التغطية الإعلامية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكركم على هذه الفرصة لكي أعبر عن عميق شكري وامتناني للمملكة العربية للمملكة المغربية ممثلة في الهيئة العالمية للعلماء والباحثين التي استضافتنا في هذا المؤتمر العلمي الهادف الذي يناقش قضية التراجع العلمي في العالم العربي وسؤال اللغة، وهو بلا شك يعني مؤتمر يأتي في وقته لأن العالم الآن كله يتجه إلى التحول إلى اقتصاديات المعرفة، واقتصاديات المعرفة هذه بكل المقاييس أساسها الإبداع، والإبداع ينبني على اللغة، وهناك مجموعة من الباحثين الذين شاركوا بمداخلات كثيرة جدا وأحسبها قيمة لأنها يعني طرقت على لب الموضوع وحاولت أن تشكل رؤية منهجية متكاملة لحل الإشكالات التي نعاني منها في هذا الصدد. وعلى مدار اليومين الأمس واليوم الأحد كان هناك يعني نقاش مستفيض تناول هذه القضايا من مجموعة من العلماء أتوا من خارج المملكة ومن داخل المملكة، من الأردن، من السودان، من بنين، من بقية الدول، ناهيك عن المجموعة الكبرى التي لم يتيسر أمرها حتى تحضر، وتناولت هذه القضايا عن بعد عن التناظر بالزوم، وكلها يعني مسائل تدل على اهتمام هذا البلد بالعلم واهتمامه أيضا بقضايا الأمة. وأجدد عن شكري وامتناني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور متعب نجادات من الأردن. الحمد لله الذي ذرأ وبرأ، الحمد لله الذي جعل من الحجر ماء فسال، والحمد لله الذي أسرى النجوم في مكانها. تشرفت هذا اليوم بزيارة إلى المملكة المغربية بلدي الثاني
لأشاركهم في هذا المؤتمر، كما أشاركهم في فوز منتخبهم القومي إذا جاز التعبير، والذي كان له دور كبير في وحدة ولحمة الشعوب العربية إن شاء الله. يدور هذا المؤتمر حول التراجع العلمي في العالم العربي، حيث أن الأمة الآن في وضع ضعيف وتعاني الكثير، وقد أثر ذلك كثيرا على لغتها. فدائما في كل الأزمان قوة اللغة من قوة أبنائها، فكلما كانت الأمة قوية كانت لغتها قوية. وبما أنني عضو في اللجنة أو الهيئة العلمية لكبار العلماء والباحثين في المغرب العربي، فقد قدمت وسأقدم ورقة بحثية بعنوان العقبات التي تواجهها اللغة العربية وسبل معالجتها. وإن كانت هذه اللغة محفوظة من الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن الفوضى الإعلامية والانفلات اللغوي في الوقت الحاضر في وسائل التواصل الاجتماعي أدى وسيؤدي إلى الفناء لكثير من اللغات كما تشير الدراسات والبحوث. ومن أجل ذلك سعى أهل هذا المؤتمر أو القائمين عليه إلى وضع السبل التي يمكن من خلالها المحافظة على هذه اللغة وبقائها قوية مشاركة فعالة وديمومتها الطويلة إن شاء الله بأهلها، وخاصة أننا في بلاد المغرب العربي، البلاد التي يتكلم أهلها اللغة العربية الفصحى كثيرا في محافلهم الدولية. كما أنني أشير إلى الكثير من الكلمات التي ألقيت والبحوث التي أشار إليها الكثير من الزملاء في أن لغتنا العربية ما زالت وستبقى بخير إن شاء الله بمحبة الآخرين ومحبة أهل هذه اللغة للغتهم، لأنها لغة القرآن الكريم ولغة الفكر ولغة العقل الذي حوى كثير من المنجزات العربية الإسلامية التي ما زلنا نتحدث ونفاخر بها في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للهيئة العالمية للعلماء والباحثين، الموسوم بعنوان التراجع العلمي في العالم العربي وسوء اللغة، باعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن، هي لغة الهوية العربية. فاللغة العربية هي لغة التسامح، هي لغة العلم، هي لغة هذا الكون. المؤتمر يحاول أن يسلط الضوء على قيمة هذه اللغة، وأن تقدم العلم بتقدم لغة أهله. فنحاول أن نواصل في هذا المشوار ونقدم العلم باللغة العربية كما فعل أجدادنا، فتقدموا في العلم وقدموا العلم للمجتمع العالمي.